السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. ايوه يا شيخ مصطفى. نعم. لا لو سمحت ممكن الزوجة تصوم من غير ما تقول لزوجها؟ ايه هو موجود او وهو بيخرج الساعة 9 الصبح لحد 6 بالليل. إذا كان الزوج موجودا عليها أن تستأذنه. قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر وزوجها شاهد، عفوا، أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه. لا تصوم المرأة وزوجها شاهد أي حاضر إلا بإذنه. بارك الله فيك.